وللحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم معنا من مكة المكرمة عبر سكايب الدكتور إبراهيم السلمي، أستاذ التاريخ بجامعة أم القرى. مرحبا بك دكتور في نشرة الثالثة. تعاقبت على مملكتي البحرين والسعودية حضارات عريقة، وكانت تجمع المملكتان منذ القدم علاقات مميزة. حدثنا عن تاريخ العلاقات البحرينية السعودية. جميل. الحديث عن العلاقات البحرينية حديث كبير وعميق، وذا جذور تاريخية. التاريخ حفظ لنا هذه الصور أو صور منها. نحن نتحدث اليوم ليس عن كيان سياسي ويجتمع مع كيان آخر بعلاقات دبلوماسية، نحن نتحدث عن إخوة منذ أوائل القرن الثالث عشر الهجري، التاسع عشر الميلادي، كان بينهم تواصل كبير، كان هنالك مساندة وكانت هنالك فيما بينهم أمام التدخلات الخارجية والتنافس الدولي، وخاصة ذلك التنافس الذي حضر إلى الخليج العربي. وهذا التعاون حقيقة والتواصل كبير، وبدأ في عهود أولى بين الإمام عبد العزيز ابن محمد والشيخ سلمان الخليفة رحمه الله جميعا. علاقات تمتد من قيادات إلى شعب يجتمع فيما بينهم المحبة والأخوة، بل يجتمعون في أنساب ومصاهرة واحدة، فنحن إخوة فعلا، ليست أخوة المحبة إنما هي أخوة الأصل الواحد. العلاقات السعودية بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين علاقات تتسم باستمرارية التواصل، علاقات ود ومحبة، علاقات اتصال، علاقات تجتمع في كثير من الشؤون ووحدة المصير. لنا من باب ضرب المثل، المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين هم عضوان في مجلس التعاون لدول الخليج العربي، عضوان في جامعة الدول العربية، عضوان في كثير من المنظمات الدولية. وأنا لاحظت ولامست من باب الملاطفة في كثير من المناسبات الدولية، تجد أن الوفد السعودي والوفد البحريني يجلسون إلى جوار بعضهما في طاولة النقاش مع التجمع الدولي. هذا الأمر ليس غريبا. وأنا يحضرني في هذا الموقف مقولة لجلالة الملك محمد بن عيسى الخليفة، عندما قال أن العلاقات السعودية البحرينية هي علاقات نموذج تشرف للعلاقات المتميزة، وتستند على أسس قوية من التفاهم تجاه كافة القضايا. حقيقة هذا هو واقعنا، هذا هو ارتباطنا مع إخواننا في مملكة البحرين. اللقاء اليوم حقيقة يصور شيء من هذه المحبة. نحن نحتفل بالمملكة العربية السعودية بيوم التأسيس، والإخوة الأحبة في مملكة البحرين يشاركوننا الفرحة كما نشاركهم الفرحة في اليوم الوطني والأيام الخالدة في مملكة البحرين. أسأل الله أن يجعل هذا المصير مصير خير وبركة، ويجمعنا دائما على خير، ويجعل لكلا البلدين نصيب حضارة بشرية متقدمة بإذن الله. نعم الدكتور إبراهيم السلمي، أستاذ التاريخ بجامعة أم القرى، شكرا جزيلا لك.